افضل من نيويورك اشتغل. بمن افضل من نيويورك؟ لان نيويورك كله بفلوس. بمن؟ انا بلاش عمي سوي لها كهرباء بلاش، رحمة بلاش، بس سوي لها بلاش، نفايات بلاش، زراعه بلاش، تبع شيء صحه ببلاش، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش، بطاقه تموينيه ببلاش، كهرباء ببلاش، مي ببلاش، كل شيء ببلاش. ترى حتى دمنا ببلاش، حتى دمنا يوميا أبنائنا وأخواننا وأصدقائنا جاي نفقدهم بالعمليات الإرهابية هم ببلاش، دم ببلاش، دم العراق ببلاش، بلاش 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 بلاش، دمنا عدكم بلاش، دمنا عدكم يا حكومة يا فاشلة ببلاش. ولا إحنا نصرف مليارات على الأمن والدفاع والإرهاب يتطورون ويجيبون رجل آلي. ليش متفاجئين؟ إيه رجل آلي، حج آخر هو الحج عدنان الأسدي، يقول الإرهابيين عندهم رجل آلي بس ما جابوه ببلاش. شوف الآن تصنيع السلاح عبارة عن مكان إلكترونية، يعني بيها رجل آلي، بيها تطوروا كثيرا في هذا، ومستوردة حديثا لا 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 في الشورى في الموصل، في الشورى في الموصل، والمخبأ ما حد يقدر يصوره وما حد يقدر يوصله لولا اكو تعاون معين. يعني عبارة عن علاقة مال الملابس، العلاقة مال الملابس احد بيها اربع براغي، اخر الرابع يفتحوه بألنكي، يفتح الألنكي اكو جوا فتحة اخرى، يفتحون الفتحة، فتحة في داخل الجدار، يفتحون الجدار انه منفذ الى درج تحت البيت، تحت البيت معمل كامل لمر يعني ماكينة لتصنيع العبوات الناسفة والأحزمة الناسفة بشكل إلكتروني، ويعني يبرمج الرجل الآلي أو يبرمج الحاسبة مثل ما يريد ويبدأ هو يصنع إلكترونيا أوتوماتيك، يعني مو بيده مو يدوي. هذا تطور هذا عندهم، فهذا معناه أكو دول جاي تدعمهم وبالتالي أموال ضخمة اللي تتواصل لهم حتى يقدرون يشترون هيك مصانع وهيك معامل اللي لحد الآن ما موجودة قد تكون حتى بالدولة العراقية. والله أنا لو سامع هذا التصريح على قناة معادية للعملية السياسية كان قلنا هذا التسقيط للعملية السياسية ولهيبة الدولة ولمعنويات جيشنا الباسل وقوانا الأمنية. تعلاقة مال بلابس وبيها ألنكي وتفتح الألنكي ويطلع لك حفرة، وتفتح الحفرة ويطلع لك جريندايزر، هذا كلام سليم حجي؟ قرة عينك حجي، صار لك 8 سنين وين فلوسنا والمليارات حجي؟ إذا طلعوا عندهم جريندايزر ودوق فليت وإحنا شنا نسوي؟ ها حجي جاوبني بالله عليك حجي، طلع عندهم ألنكي ويفتح الألنكي ويطلع رجل عادي يتبرم رجل عالي يصنع عبوات وانت فرحان مرتاح كلش ما شاء الله عليك، ليش تهتم؟ اذا الارهاب وصل لهالدرجه احنا ليش مهتمين؟ بس هذا ياكد لنا احنا الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب.